واجبات الحج 7، والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يتم الحج إلا به، لا يمكن أحد أن يتم حجه وهو ما وقف بعرفة ولا طاف الإفاضة ولا سعى ولا أحرم، لا يصح الحج، لا يمكن أن يصح الحج إلا بأداء الأركان. أما الواجبات فالأمر فيها أوسع، منها مثلا الإحرام من الميقات المعتبر للمحرم، وهي المواقيت 5 المكانية التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق الجحفة، ولأهل نجد قرنا. واختلف أهل العلم في ذات عرق، وهل هي ميقات النص أو اجتهادي، والأمر فيه واسع، فهو وإن كان اجتهادي أو نصي فهو على وفق الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، أخذ منها أهل العلم المواقيت الزمانية، وهي الأشهر المعروفة المعلومة، شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، أو الشهر كله على خلاف بين أهل العلم، لكن من قال العشر بيان بأهمية يوم التاسع وما يعمل يوم النحر. من واجبات الحج أيضا الوقوف بعرفة إلى الغروب، من وقف بعرفة في النهار فإنه ينتظر حتى تغرب الشمس، كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يغادر عرفة إلا بعد ما غابت الشمس وتحقق الغروب، ثم بعد ذلك الوقوف بمزدلفة، المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات.